السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم جميعا. من الأمور التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام أن يبول الإنسان وهو يغتسل في الماء الراكد، لكن الماء الجاري يجوز. هذه إجابة عن السؤال الأول. السؤال الثاني، البعض من الناس يصاب بسلس البول، يعني البول يقطر معه، هذا شو يسوي؟ الجواب عن هذا السؤال فيه تفصيل وركز معي. من أسباب سلس البول أن بعض الرجال أعزكم الله يعصر الذكر حتى يخرج البول، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الذكر مثل الثدي، إذا حلبته در وإذا تركته قر. يعني شو اسوي؟ يعني ما اعصر الذكر، هذا خطأ. انتهيت من البول، غسل ذكرك اعزك الله وتوضأ وصل. باب الفائدة، بعض الناس يعتقد انه لازم قبل كل وضوء انه يغسل اعزك الله القبل والدبر، يغسل ذكره او دبره، وكذلك بعض النساء، وهذا خطأ ووسواس ولا يصح. اللي يطهر مني ومنكم النبي عليه الصلاة والسلام. يقول ابن عباس: بت عند خالتي ميمونة فرأيت النبي عليه الصلاة والسلام قام من النوم وتوضأ وصلى، ما غسل دبره او فرج قبل الوضوء. استحضر خرج مني ريح، يخرج منك ريح او صوت، ما تغسل، توض وصل. ملازم اني اغسل، تغسل اذا في بول وغائط فقط. اعلم ان بعض كبار السن وبعض النساء وبعض الرجال يعتقد ان لازم تتجدد، يقولون ما في شيء اسمه تتجدد، الصحيح تتوضا وتصلي فقط. يعني اذا خرج منك ريح او صوت عزكم الله فقط تتوضا، اذا خرج منك بول نعم تغسل ذكرك وتتوضا وتصلي، خرج منك غائط تغسل وتتوضا وتصلي. سؤال مهم يهم اهل البر او يسافرون دول ما عندهم ما يغسلون، أي ما عندهم هوز عزكم الله، يستجمر استجمار إزالة النجاسة بالقماش أو المنديل. ونهى عليه الصلاة والسلام عن الاستجمار، استجمار أي إزالة النجاسة بمنديل أو قماش أو حجارة، الاستجمار بأقل من ثلاث. استنجاء إزالة النجاسة بالماء استنجاء، وإزالة النجاسة بالقماش أو المنديل أو الحجارة استجمار، ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم تذكرها الاستجمار بأقل من ثلاث. شو يعني الاستجمار بأقل من ثلاث؟ يعني حتى تزيل نجاسة، يعني تمسح مرة ومرتين ثلاث، مو حجارة واحدة، ثلاث حجارات أو ثلاث مناديل، والعلم عند الله.